فيصل دوري كنشكرك بزاف لانك واحد الانسان نبيل خلوق انسان فاعل جمعوي اللي عطى الكثير لهذا المدينه. الحمد لله كنلاحظوا فيه وكنلاحظوا فيك طيبوبه وهذا الشيء ماشي غير انا والحمد لله كيشهد به جميع الفاعلين الجمعوي ديال مدينه الصخيرات. وكما اجدد لك الشكر على الواجب الصخيراتي اللي كنلمسوه فيك في الاخلاق ديالك. وما لا يخفيني بان ماشي غير انا اللي كنشهد بهاد الانسان اللي هو معروف عند جميع اولاد صغيرات نساء اطفالا ورجالا بالاخلاق العاليه. والحمد لله ان انك فيما كان شي نشاط كتكون حاضر فيه وكتعطي جميع الامكانيات ديالك والطاقه ديالك لهذا الشباب ولهذه الساكنه. مره اخرى اشكرك سي فيصل واشكرك وكنقول لك بان راك هذا الشيء كديروا لمدينتك وزيد العمل ديالك. وشكرا سي نبيل. شكرا لك يا عبد العمر شهاده احتجت بها وهذا عمل يقين. نحن نخدم مجتمعنا ومدينتنا كل من موقعه، السياسي من موقعه والاقتصادي من موقعه والفاعل الجمعوي كذلك من موقعه. كل منا يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الوطن وهذا البلد امام الله عز وجل. نتمنى ان نكون قدر المسؤوليه التي وضعها فينا السكنة. هذا واجب وطني حملناه على اكتافنا وهذه شهاده اعتز بها.